هل الماء بالعسل على الريق سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد، لكن عموما قال تعالى في كتابه الكريم في شأن العسل فيه شفاء للناس، وكذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الشفاء في شيء من أدوتكم ففي ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وأيضا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقيه عسلا